في البداية ما كنت أحب أعبر، بس التجربة علمتني إني أنا أقوى من المرض. أبي أخلي قصتي مع سرطان الثدي عبرة لغيري. عبري عن امتنانك لكل شخص وقف جنبك وساهم بشفائك. أعطي أمل لكل امرأة تعاني مثلك. دعمك مصدر قوة لنساء كثار. خلينا نوقف سوا بيد واحدة في وجه المرض، لننشر التوعية حول أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي، لأن دقائق من عمرك تسوى سنين.